السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد بالقناة. معكم ليلى. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم بكل خير وبأحسن صحة وعافية ان شاء الله. غادي نقدم معكم غريبة بالقرقاع بلمستي الخاصة، بواحد الإضافة اللي غادي نعطيها لكم كتجي من ألذ وأروع ما يكون. فمن طبيعة الحال هذه الطريقة اللي غادي نعطيكم فهي معتمدة دائما عندي، اللي ما كتحشمنيش قدام الضيوف ديالي. فكنتمنى لك انت اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو او كتزور قناه، نقول لكم مرحبا والف مرحبا. انضموا للقناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركه الله، نبداو بالمكونات والطريقه، فتابعوا معي الفيديو للاخير وفرجه ممتعه. اذا المكونات اللي غادي نحتاجو لتحضير هذه الغريبه ديال القرقاع، عندي هنايا نصف كيلو من القرقاع، ها هو هذا الشكل منقين طبيعه الحال، كي نكونوا مزولين ليه داك القشره اللي كتكون في الوسط. وانا سبق ليا ودعته في الفران حتى كي يعني كنحيدوا منه هذاك البروده اللي كتكون فيه، فكنحمروه واحد شويه وكذلك كنحصلوا على واحد القرمشه. ها نتوما كيف كتسمعوا بحال هكذا كيولي مقرمش. فعاد غادي ندوز باش كنطحنوا. غادي نحتاج كذلك 4 المعالق ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات، 100 غرام ديال السكر الثقيل او السكر كلاسي، ممكن نعوضوه بالسكر سنيدة اي السكر الخشن، ملعقة كبيرة من الزبدة بطبيعة الحال تكون بحرارة المطبخ وكذلك تكون نوعية جيدة اي الزبدة حيوانية، قليل من الفانيليا، ملعقة كبيرة من البخاليني، فهذه الاضافة ديالي. الا ما بغيتوش تزيدوا هذا البخاليني مع هذا القرقع ممكن تستعملوا الكونفيتور ديال المشماش الخاص بالحلويات، لكن جربوا تضيفوا البخاليني كتعطي واحد النكهة رائعة في هذه الغريبة. غادي نستعمل نصف ساشي من خميرة الحلويات، اي غادي نستعمل 4 ديال الغرام. وعندي هنايا 2 ديال البيضات باش غادي نجمع الخليط. اما بالنسبه للتفنال فعندي هنايا سكر كلاسي سبيسيال اللي تيكون خاص بالتفنال، يعني كيكون زايدين فيه نسبه من المايزينا او النشا. كذلك عندي هنايا انصاف من الجوز او القرقع باش غادي نزين هاد الغريبه. وعندي ماء الزهر اللي هو غادي ندهن به الايد ديالي باش نكور الغريبه. فاول حاجه غادي نقوم بها وهي غادي نطحن هاد القرقع، ماشي نطحنو حتى يولي غبره، انما غادي فقط نخليه شويه غليظ، يعني كتبان هذاك القرقع ملي كنعضوا الغريبه. فغادي نطحنو ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. فكيف كتشوفوا ها هو طحنتو، انتما كيف كتشوفوا ما خصوش يكون لين، يعني كيبقاو هكذا حبيبات ديال القرقع، يعني يكون غير مهرمش. دابا غادي نضيف باقي المكونات، غادي نضيف الزبده كذلك البراليني، كنتمنى انكم تجربوها بالمذاق ديال البراليني غادي تعجبكم بزاف. كذلك غادي نزيد الفاني، ممكن تستعملوا ساشي من سكر الفانيليا الا ما كناش كنتوفروا على هذا الفانيلي كيس. غادي نزيد كذلك سكر كلاسي، ممكن نطحنوه مع القرقع، نصف ساشي من خميرة الحلوى، ما نضيفوش بزاف باش ما تفرقعش لينا الغريبة. كذلك غادي نضيفو البيض ونخلط المكونات كاملة مع بعض. عاد غادي نضيف الدقيق باش غادي نشوف شحال غادي نحتاج، رش هاد 4 المعالق كاملين او لا غير 3. فغادي نبدا كنخلط من طبيعة الحال، ما كاين ما احسن من اليد، لانه اليد هي اللي كتعطيك القوام ديال الحلوى كيفاش داير. فغادي نخلط على هاد الشكل، ما حبيتوش تخدموا بيديكم ممكن تستعملوا سباتول. دابا غادي نضيف الدقيق شويه بشويه، غادي نخلي يجهد واحد الملعقه ونشوف واش كافيني او لا. لا انا غادي نزيد هاد الملعقه اللي بقات عندي هنا
ونعاود نخلط ونجمع الخليط ديالي. فالدقيق هو اللي كيساعدنا ان الخليط يتجمع. صافي خصنا نحصلوا عليها بحال هكا، ما تكونش ثقيله وما تكونش جاريه. فانا غادي ننظف اليد ديالي. صافي كنحصلوا على خليط بهذا القوام. دابا غادي ندخلها الثلاجه ترتاح واحد المده ديال ساعه ساعتين، قد ما خليتوها ترتاح قد ما كتعطيكم الطوع في الخدمه. وانتم كيف كتشوفوا يعني ملي كنخدموها باليد اللي هي ناشفه راها مزيانه، ما كتلتصق ما حتى شي حاجه. فغادي ندخلها الثلاجه ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما خليت الخليط ديالي كيرتاح، دابا غادي ندوز باش غادي نشكل هاد الكويرات. فغادي نعبر بطبيعه الحال الكويرات ديال هاد الغريبه اللي غادي ندير. فهنا كندوز يدي بالماء زهر ونبدا كنشكل هاد الغريبه. فكل وحده غادي ندير فيها العبار ديال 22 غرام، ثم غادي نوضعها في سكر كلاصي. فوالا، فحتى كندير واحد الكميه ديال مثلا 5 أو 6 الحبات عاد كندوز باش كنفندهم في السكر كلاصي. فوالا، دائما ندهنو بيدينا بالماء الزهر باش كتسهل علينا الخدمه. ومن الافضل اننا نعبروهم باش كتجينا الغريبه ديالنا كلها تقدا وحده، ما كتجيش وحده كبيره وحده صغيره. صافي غادي نفندهم كيف كتشوفوا هكذا في سكر كلاصي، نحاولوا نمروهم مزيان. ثم غادي نضغط واحد شويه على هاد الغريبه وناخذ هاد النص ديال الكركاع ونوضعو هكذا في الوسط، ونحاول كذلك نضغط بهذا الشكل باش كتبقى لاصقه لنا داك الكركاعه من الفوق. نفس الشكل غادي ندير الاخرين. فوالا، نضغطو مزيان باش كتبقى لاصقه لنا الكركاع في هذيك الغريبه. صافي غادي نوضعهم هكذا في الطاوله ديال الفران. راه الطريقه جد جد سهله، كنتمنى انكم تجربوها. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله، وندخلها للفران بطبيعه الحال يكون شاعل من الفوق ومن الاسفل مده ديال 12 دقيقه. بالنسبه للناس اللي هما عندهم الفران ديال الغاز فكنشعلوه من الفوق حتى كتشقق لينا هاد الغريبه شويه، عاد كنشعلو عليه من التحت. اذا كيف كتشوفوا فهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديال الكركاع اللي حضرت معكم اليوم. فمن بعد ما كنخرجوها من الفران كنخليوها حتى كتبرد تماما وهي في الطاوله، لانه الا جينا نهزوها وهي مازال سخونه فغادي تفرتت وغادي تهرس لكم. فخليوها تقبط راسها عاد زولوها من الطاوه. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم وعجبكم. فلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم، كذلك مواقع التواصل الاجتماعي. ولا كنتو مازال ما اشتركتوش بالقناه اشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.